سنة متابعينا مشاهدينا، أسعد الله مساكم. نواصل تغطياتنا المستمرة عبر شبكة الفارس العالمي بتغطيات لكل الفعاليات لكل الأحداث الرياضية هنا في بطولة الرضا. في المباراة الختامية في المباراة النهائية يقف بجانبي أفضل حارس في هذه البطولة والحارس المتميز والمتألق دائما والأبدا الكابتن فواز العيد. أول شيء نرحب بك في أول ظهور عبر شبكة الفارس العالمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والله شي اقول لك، يعني شي جميل، الحمد لله رب العالمين. اليوم توفقت في ركلات الترجيح. عامة تقدر تقول كانت مباراة صعبة، سجلنا في البداية ضغط الشوط الثاني، سجلوا علينا من ركلة الجزاء. الحمد لله رب العالمين، استمرنا لما وصلت ركلات الترجيح وربك وفقنا الحمد لله. خلني أقول كلمة السر في هذه البطولة هو فواز العيد لفريق الخصاب. شعور كلمة السر في طوال البطولة خاصة، يعني فضول منك الجماهير كمتابعين كمراقبين، وش كان في شعور فواز العيد قبل بداية اللقاء وخاصة أنه يلعب ضد فريق السابق؟ والله الحمد لله تقدر تقول إن الشعور يعني قبل بداية المباراة كده طبعا أنت بتلعب ضد فريق لعبت إياه وعشرة وكذا، بس الكرة زي ما تقول ما فيها زي ما تقول هي احتراف تقدر تقول. مسيرة الدورة كانت صراحة مسيرتنا كانت متعبة جدا، والمباراة النهائية توافق، يعني أقول لك أكيد فيها تأثير لاعب ضد فريقي السابق، وممكن ما بقول لك طبعا أكيد فرحان، بس أنا أتمنى لهم الخير إن شاء الله في الدورات الجاية وبالتوفيق إن شاء الله لهم. شخص ساند آزر كان له الفضل الكبير في وصول الخصاب للمباراة النهائية وتحقيق الإنجاز من قبل كتيبة سهاب، لمين تتوقع أو أنك تشوف اللي كان له زي ما تقول اللي كان له الفضل؟ تقدر تقول زميلي اللي هو في قلب الدفاع اللي هو محسن زين الدين، كان يعني من أكثر الناس اللي وقفوا وياي. طبعا الخصاب أنت زي ما تعرف اللي هو فريق تعرف زي ما يقولوا إقليم الباسك، جميعهم من سيهات، يمكن الوحيد اللي يمكن برا سيهات، فزي ما تقول عطوني الأجواء أن أنا أقدر أدخل إياهم في المنظومة. يعني حس يمكن أنا حتى ذكر علي وهو يعلق على المحسن هذا الفريق هو يمكن ألعب ابتياء فرقة واجب، بس زي ما تقول راحت إنه يعني زي ما تقول الواحد إذا كان مرتاح يمكن نفسيا أكثر يقدر يقدم. وصراحة أنا أقول لك الخصاب فريق الحمد لله رب العالمين موثق في فواز عرف كيف يقدم لهم يعني يديهم على هالثقة أداهم بطولة الحمد لله رب العالمين. شكر جزيلا لأفضل حارس في هذه البطولة وللحارس المتألق دائما وأبدا الكابتن فواز العيد على مشاركته في شبكة الفارس العالمي. سنواصل تغطياتنا المستمرة عبر اللقاءات القادمة.